كنظن لان المنع ديال الصحفيين الرياضيين من الولوج الملاعب منع ليس في محله حاليا، وهذا التحجج بوزارة الصحة ووزارة الداخلية أنهم اللي مانعين، هذا كنظن أنه أمر غير منطقي، خصوصا أن هذه الوزارتين الأخيرتين ما فتحوا مجموعة من المجالات والميادين، اللي منها المواسم، منها الحفلات، منها الحمامات، من مجموعة من الأماكن العمومية، فممكنش هما غادي يحبسوا أو يمنعوا الصحفيين الرياضيين من الولوج الملاعب. زيد على ذلك ما زاد الطين بالله هو سكوت مجموعة من المنابر الإعلامية، ما تواصلوش في هذا الموضوع، هذا علاش ما عرفناش، سكوت الجمعيات ديال الصحفيين، الاتحادات، الرابطات، النقابات، المجلس الوطني، فين هما هاد الناس هادو؟ كيشوفوا ان مجموعة من الميادين كلها تفتحات وكل شيء رجعت الامور عادية، ولا التلقيح ولا الباس، والصحفيين الرياضيين منوعين من ولوج الملاعب، علاش ما عرفناش؟ في من جهة اخرى تم استغلال هذا التغييب ديال الصحفيين المفتعل من منظر اعلامي اخر، اللي قوه من ناحيه السوشيال ميديا، من ناحيه ولا النقل المباشر ديال المقابلات في السوشيال ميديا، ولات عندهم مشاهدات ومتابعات وديزابوني بشكل اكثر. كنظن انه حال الوقت انه الصحفيين الرياضيين كاملين يوقفوا وقفه واحده من اجل عوده الصحفيين الرياضيين للملاعب. دولا كيف ما كنعرفوا حاليا في البلاد ديالنا، يعني عدد ديال كورونا بدات كتنخفض، وتقريبا يعني بقى لنا والو نكملوا المناعه الجماعيه، ولكن وبدينا كنرجعوا للحاله الطبيعيه ديالنا، يعني تقريبا شويه بشويه بداو كيتفتحوا المقاهي، تفتحوا الحمامات، يعني بداو كيرجعوا ليزاكتيفيتي اللي كانوا بحال الحفلات، كيف الحضارة التجوال يعني ديال الليل ما بقاش يعني، ولكن اللي باقي كيثير الشكوك هو الاغلاق ديال الملاعب، لا من ناحيه الجمهور ولا الصحفيين. حنا كصحفيين يعني تقريبا لا بليبار ديالنا ملقح، ولكن ما عرفناش علاش مازال ما تسمحش لينا باش نزاولوا المهام ديالنا داخل الملاعب، رغم ان الملاعب يعني عندهم مساحات كبار، يعني ما غاديش يعرف ان اكتضاد الصحفيين ولا زعما غادي يكون ازدحام، ولكن لحد الساعه ما عرفناش علاش باقي تم المنع ديالنا داخل الملاعب. وكيف ما كنعرفوا ان اكثر ديال الزملاء المصورين كان القوت ديالهم هو الصور اللي كيصور داخل الملاعب، يعني كاين اللي تضرر بزاف من هذه القضيه، وكنتمنى ان من الجامعه الملكيه لكره القدم تاخذ بعين الاعتبار هذا الشيء وتسمح للمصورين انهم يزاولوا المهام ديالهم في الملاعب. كنا دائما كناديو برجوع المصورين، الصحفيين المصورين وكذلك الصحفيين الرياضيين للملاعب الرياضيه، لان هذه الفئه تضررت بشكل كبير في خصوص ما عرفته البلاد والعالم من جائحه كوفيد 19. طبعا كورونا حاولنا في البلاد يكون واحد سياسه تلقيح، والحمد لله المغرب غادي بخطى ثابته في تلقيح جميع المغاربه وكذلك تحقيق المناعه الجماعيه، هذا كيبشر بخير. وحنا كنا كصحفيين وصحفيين مصورين كنا يعني انخرطنا في السياسه ديال التلقيح، واغلبيتنا ملقحين بدو فاكسان، وممكن حتى واقيلا حتى الثالثه اغلبيه ربما الصحفيين داروها، وهادشي ربما كان خاصو ينعكس علينا بشكل كبير بالرجوع الى الميادين الرياضيه، ولكن كنشوفوا العكس. عينا من نادي وجهنا نداء للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بهذا الخصوص هذا، وكانوا يعني بلاغات صدرات بعض الجمعيات اللي نادت في هذا الموضوع هذا، ولكن ما كانش هناك استجابه. إلا لاحظنا في ان الماتشات يعني الخير اللي غادي يكون للمنتخب المغربي، ان الجامعه فتحت واحد القوس، يعني ماشي رسمي، فتحت واحد القوس لدخول بعض الصحفيين الرياضيين وبعض المصورين محسوبين على رؤوس الاصابع، وهذا الشيء خلق سياء كبير لباقي الزملاء الصحفيين اللي تم اقصاؤهم باختيار هذه الكوطه هذه، وما عرفناش شنو هي المعايير اللي اعتمدتها الجامعه، وشنو هي الجهات المختصه اللي مخوله لها انها تختار هاد الصحفيين هادو وصحفيين مصورين، خصوصا بان المصورين الرياضيين والصحفيين الرياضيين لمده سنتين هما واقفين على العمل ديالهم في عطاله تامه، المعدات ديالتهم عامين هذه ما تحركات، وبالتالي بان هاد الخطوه هذه اللي دارتها الجامعه هي خطوه جريئه
ولكن خاص يكون على الاقل تكون يعني محسوبه ومخدومه مزيان على اساس ان يكون تعميم للمصورين الصحفيين الرياضيين. كما السي فوجي قزاع كيقول بان عوده الجمهور الى الملاعب الرياضيه ضروري خاصو يكون، فمن منبرنا حنا من هذا المنبر المحترم سلط الضوء على هذه العمليه هذه، فكنقول له فوجي قزاع بان خاص يعني يكون رجوع الصحفيين الرياضيين المصورين، وتحاول انك تكون يعني فتح واحد قناه تواصل مع وزاره الداخليه والسلطات المحليه ووزاره الصحه باش يلقاو واحد شكل بروتوكول اللي ممكن ان هذه الفئه هذه راها مدرب بشكل كبير. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.